أهلا من جديد. موقع كيك من المواقع الحديثة والتي أصبحت منصة يشارك بها العديد من الناس بتحميل الفيديوهات الخاصة بهم، ومن الوجوه التي اشتهرت حديثا وحصد شهرة واسعة بعدد مشاهديها على الموقع الشاب السعودي بدر الزيدان، والذي نرحب به في استوديو دبي. صباح الخير بدر. صباح وأهلا الخير. فيك. صباح الخير وصباحكم عربي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشاهدين قناة العربية، وعليكم أنتم خاصة. هذه السلام عليكم سيجنتشر بدايات الكيك. لازم كل كيكة الإسلام. لبدر الزيدان يقول فيها السلام عليكم. والله أنا بديت فيها السلام عليكم وأنا متعمد، لأنه أنت عارفة الكيكس اللي سويتها انتشرت لأكثر من منطقة، وبعض المناطق أو أغلبها كمان خارج المملكة، لغير الناطقين بالعربية والأحيان غير المسلمين. فأنه إحنا ننشر في مواقع مثل الكيك ثقافتنا الإسلامية وسبيشالي تحية الإسلام، أعتقد أنه خطوة جيدة، وأتمنى صراحة كل اللي في المواقع الاجتماعية ينشروا نفس الشيء. طيب بدر، لما بدنا نعرف عنك شو منقول غير أنه بطل الكيك مثل ما صرت معروف؟ يعني أنت إعلامي جاي من خلفية إعلامية، وأنت كنت موديل وعملت فويس أوفر، شو بتعرف عن حالك؟ طيب في الإعلام أنا مشيت في حياتي خطين، خط الشاب السعودي الطبيعي وخط الإعلامي. مؤخرا صار الاثنين دخلوا في بعض. ليه؟ مواقع التواصل الاجتماعي وكيك مثلا هي انعكاس لشخصية الإنسان الحياة اليومية على ما يقدم في عمله مثلا أو في الإعلام. أنا دراستي هي Special Education بالعربي التربية خاصة، تخصصي تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة العوائق السمعي. درستها وخلصت فيها بكالوريوس، وكنت مؤهل أني أكون معلم. عملت فترة بسيطة وانتقلت للإعلام، تركت العمل في هذا المجال وانتقلت للإعلام كليا. كنت أثناء دراستي في الجامعة وأثناء دراستي في الثانوية أشتغل بنفس الوقت في أشياء في الإعلام، يعني أصور إعلانات، أسوي فويس أوفر لشركات. فهذه كانت خطين ماشي في حياتي، فكنت طالب وأصرف على نفسي من هذا الشغل. طيب بدر، أنت لما بدأت على كيك كنت متوقع هذه ردة الفعل، أنه ملايين المشاهدات وشخصيات مهمة ومشهورة ترد عليك وتكتب لك؟ أبدا. أصلا أقول لك شيء، في كيك أول يعني كنت في العمل كان في أصحابي جالسين قالوا هو في برنامجين، في كيك وفي كيك. فواحد من الشباب يقول لي بدر ليه ما تسوي أكاونت في الكيك؟ فأنا على بالي كيك، قلت له كيك اللي هو K-I-K. قلت له عندي. سوى آد ما؟ قال لي ما أنت موجود. دخل لقي فيك أكاونت فأضافه. بعد فترة عرفت أنه الكيك هو غير الكيك، الكيك هو فيديوز. حملته وقعد عندي يمكن تقريبا أسبوعين الأبليكيشن ما سويت فيه ولا شيء. بعد كذا كنت هنا في دبي وصورت أول كيكة، وبعد أول كيكة أنا استغربت، يعني في خلال 3 أيام الكيكة وصلت للبلاك بيري وشوية في تويتر شوية الناس. إيه بس أول كيكة كانت عادية قد إيش؟ يعني ما إنه ما كان فيها شيء جدلي زي كيكاتك الثانية. عادية إيش قصدك بعادية؟ الثانيات مو عادية يعني؟ لا الثانيات فيهم أشياء ممكن أقول مثيرة للجدل، حنتكلم عنهم أكثر. بس كانت يعني أنت بتقول أنا في دبي وإجازة حلوة، فعشان كده انتشار أول كيكة قد إيش تعتقد إنه وسامتك لعبت دور فيه؟ أول شيء كلمة وسامتك فيها محاذير كثيرة، في شباب ما شاء الله كثير من ناحية الوسامة. هي شوفي في 3 عوامل رئيسية جدا لشهرة أي إنسان، غير الشكل، في عندك توقيت، في عندك الكاريزما اللي يسمى بالحضور، وفي عندك عاد توفيق الله عز وجل واحد ينشهر ولا ما ينشهر. بس برأيك كل هالملايين يعني ملايين المشاهدات هيدي توفيق إنه كل شيء في الحياة ما تعتبر مظهرك الخارجي ساهم إلا له مساهمة كبيرة، لكن إذا جيت تقسميها برسنتج حيكون المظهر له يعني له. أديت تعطي برسنتج لمظهرك الخارجي؟ 20% 30%. طيب 20. طيب أيوة، خلينا نشوف، بما أنك عطيته 20-30%، خلينا نشوف واحد من فيديوهاتك. حبك والمشكلة حبك بروحي جرحني، وإذا شكيت تقول وش كان ذنبك؟ ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني. بدر، انعرض عليك دور تمثيلي، وبإحدى المقابلات ذكرت أنه كان عمرك 8 سنوات أول مرة طلعت فيها على المسرح لإلقاء قصيدة وقتها عن الملك عبد العزيز الله يرحمه، وكسرت حاجز الخوف مثل ما قلت. ليه ما بلشت هيدي المسيرة الإعلامية إذا فينا نقول يعني قبل هلأ؟
انا بدات الاعلام، انا اقول لك كيف بدات الاعلام تستغربي. انا كنت ماشي في مول في جده، فواحد قابلني قال لي اسمع عندنا اعلام بكره لما نصور ومحتاجين شباب، عندنا نقص في الشباب، ايش رايك تجي تصور معنا؟ تصور يلا تروح نشوف شو الموضوع. رحت اليوم الثاني لقيت شوتين كاميرات ويعني ست كامل، فكذا انبهرت. صوروني اليوم الثاني، دق علي قال لي مبروك اختاروا صورك، تعال خذ فلوس. رحت اعطاني 1500 ريال. انا طالب تخيلي في اول سنه جامعه، 1500 ريال بس صوروني اقول. فصرت ادور الشركات شويه شويه، قالوا لي صوتك كويس ليه ما تسجل؟ صرت اسجل شويه شويه، قالوا لي طب انت صوتك كويس وشخصيتك ممكن تكون مذيع، ليه ما تصير مذيع؟ وهذا ما انا عليه ان شاء الله الان. ايوه طب بس يعني انا لو نرجع للكليب اللي شفناه حق روحي تحبك، وعندك كليب ثاني بتغني فيه، اول شيء خطر على بالي انه والله صوتك كويس وادائك كويس، ما تفكر تغني ابدا؟ والله انا صراحه ما افكر اغني، ما تفكر، لانه في اسباب كثيره انا ما اغني. من احد اهم الاسباب انه الشهره والصعود للاعلى سلالم كثيره، فانا ليش اختار السلم المزدحم ما دام في سلالم ثانيه فاضيه؟ أيوة. وانا اتسيدها. فركز في الاشياء اللي انا في احسن ما يصير عشر صنايع والبخت ضايع. طيب بدر ليه ما بتنقل على اليوتيوب مثل العديد من الشباب السعودي اللي صار لهم اعمال وانشهروا كثير يعني على موقع يوتيوب؟ تذكروا الفيسبوك كيف تويتر جاء وعطى الفيسبوك كتف قانوني؟ نفس النظام بالضبط هو دحين صار في الكيك. اليوتيوب هو يعني موقع ما حد يختلف عليه في انه مشهور، لكن الكيك ممتاز بقصر الكليبات وانتشارها عن طريق البلاك بيري. وانا في كلمه دائما اقولها، الكيك مو كيك، الكيك هو بلاك بيري وكيك. ايوه لانه 36 ثانيه ما حتاخذ وقت تحميل، حتنتشر بسرعه. فعندك تو اليمنتس اوف سكسس، عندك شيئين. طيب بدر انت هذا المقطع اللي عرضناه لك الاولاني كان مثير للجدل، انه كثير ناس قالوا انه ايش بيسوي هو واقف بيغني والكلام هذا كله، بس المقطع انتشر انتشار كبير جدا، اكثر مقطع في كيك مشاهده طول الوقت. بالضبط منتشر جدا. في نفس الوقت عندك مقطع اخر حنشوفه الان، هذا اثار ردود فعل ايجابيه لكن مش في العالم العربي، في الغرب كان اكثر هذه الردود. حنحكي عن هذا الكليب بعد ما نشوفه، خلينا نتابعه. السلام عليكم. Hello there. This is Zaidan. I'm an Arab. I'm from Saudi Arabia. Actually, I noticed recently that lots of people are following me from all around the world. So this is for you. I'm Muslim, not a terrorist, except when I play Call of Duty. I eat burgers, I wear jeans, and I don't ride camels to go to work because they are slow and not practical like Maserati. Thanks a lot for following me and welcome to my world. ايه بدر، هذا هو الفيديو اللي شفناه انتشر بشكل كبير في العالم الغربي. تظن انه مثلا انت لما بتعمل شيء هادف وبتتكلم فيه بشكل هادف ما بينتشر قد لما مثلا بتكون عادي انه يعني شاب بيقضي وقته يعني. هذا هو حال الميديا عموما. الاشياء الهادفه واللي تستهدف بعض الامور احيانا ما تنتشر، لان دائما النيجاتيف، او زميلكم الاستاذ محمد ابو عبيد عنده مثل معروف للتحيه طبعا، يقول الاشاعه تنتشر على ظهر ارنب والمدح او الكلمه الحسنه تنتشر على ظهر سلحفاه. فكلمه جميله جدا. فاتوقع كثره السب والشتم اللي تلقيته كان مؤثر في انتشار الفيديو اكثر. طيب بدر، شفنا مثل ما شاهدنا بالفيديو انه I'm Muslim, I'm not terrorist, I eat burger, I wear jeans. بتجرب توصل رساله معينه؟ لانه بالنهايه انت عم تتوجه لاعلام يعني، لا صحيح، انت بوسيله اعلاميه عم تتوجه لجمهور. انا لاحظت انه اكثر المشاهدات اللي على الفيديوز اللي قبل بيكتبوا فيها يعني Who is this guy؟ مين هذا الانسان؟ يعني كيف هذا الانسان وصل انه يصير اعلى من كيم كارداشيان؟ مين هذا؟ وكلها كانت اسئله يعني استفزت فيني انه اعرف عن نفسي. فلما بديت اعرف عن نفسي قالوا اوه سعودي، لا انه انتم مره ناس. فانا حبيت ابين انه لا، احنا في عندنا صوره سيئه جدا في الغرب لازم احنا نوصلها، وصراحه اتشرف انه توصل عن طريقي. أيوة. علما انه بس 16 كيك عندك لهلا على الموقع. انا اذا حسبتيها من ناحيه العدد الكيكس على عدد المشاهدات، يعني قسمتي ال 10 مليون على 16، حطلع اكثر واحد في كيك مشاهدته في العالم. طيب بدر، يعني في شيء كمان لازم نتكلم فيه انتشر في المواقع التواصل الاجتماعي وطبعا في الصحف في الفتره الاخيره، انه انت كنت سبب في طلاق يعني زوجه من زوجها. قديش هذا الشيء حقيقي؟ مو زي كذا الخبر، الخبر طلاق زوجتين. بسبب بتهدم بيوت يعني بدر. طيب انا اول شيء لازم، انا ما جيت هنا عشان
أبرر ولا أعتذر. لا أنا جيت أعتذر عفوا من كل شخص أنا سببت له أذى سواء بقصد أو بغير قصد. لكن أنا أعتب على صرح إعلامي بدون ذكر اسمه، أنا ما أذكر اسم المجلة، إنه تنشر الخبر بهذه الطريقة. يعني خلينا نفكر كذا، معلش إيش الطريقة اللي تنشر خلينا فيها؟ خلينا نفكر كذا على السريع أحكي لكم الحكاية. يقول الخبر اللي ما يعرف الخبر، واحدة كانت هي وأختها قاعدين في البيت وبيتضاربوا على الآيباد. على الآيباد كلهم بيشوفوا المقطع، ففي واحد من أزواجهم كان واقف على الباب سمع ففتح الباب، شوفوا الدراما ها، فتح الباب ودخل فسمع واحدة تمدحني، فقام قال لها أنت طالق وطلع، وهو طالع لقي مين؟ لقي زوج الثانية. فقال له شفت زوجتك؟ قال له إيش سوت؟ قال روح أسألها. فلما دخل الثاني، لا الثاني ما دخل فجأة، قال للثانية غطي. الله فتغطت الثانية، بعدين قال الثانية هي القصة لطيفة الصراحة. لا في بارت مرة مهم، الوردة يقول لك في وردة كانت مع هذاك شايلها ورا ظهره وهو بيسمع من الباب. كم آن اقنعوني القصة هذه حقيقية واقنعكم من الفيل يطير. ايوه كذا من الاخر يعني. لا وفي النهاية يعني زي ما قالوا حتى على كثير من الناس الثانيين، في النهاية يعني انت ما دخلت على الناس وضربتهم على يدهم ايش يقولوا او ايش يسووا. بالعكس انا اتمنى بعدين في كلمة ضايقتني، يعني ايش اللي الرجاء من كل الاهالي مراجعة ما يشاهده ابنائهم. انا اخر فيديو يا جماعة تكلمت فيه عن، في عندي فيديو تكلمت فيه عن الام، في عندي فيديو ثاني تكلمت فيه عن فضل الدعاء، في اشياء كثيرة كتبت يعني يعني بنفهم منك ما في تعليق، بنفهم ما بترحب بالجمهور انه يكون اغلبه من البنات من ما في احد ما يرحب بالجمهور لانه الجمهور جمهور، الجمهور هو راس المال. كل واحد يشاهدني الان ومن جمهوري انت راس مالي، بالعكس انا ما افرط في اي احد. طب معظم جمهورك من مين؟ صبايا او شباب؟ صراحه انا ما اعرف. ايوه لكن الظاهر انه صبايا، وهذا صراحه هو المعروف انه اكثر متابع اكثر. الفطره ايش تقول؟ الرجل يعجب بالمرأة والمرأة تعجب بالرجل. هاي يعني 20% طيب. شكلها عم تشد حيلها شوي. طيب بس أخيرا تأكيدا على كلامك اللي قلته، يعني أنه أنا على تويتر لما كتبت أنك أنت ضيفنا صار فيه كثير تعليقات من البنات، يعني أنه بدر وبدر وبدر متحمسين كانوا، فشكلهم فعلا النسبة الأكبر من البنات. بس مستقبلا إيش ناوي تعمل؟ خطتك هتبقى على كيك؟ أنا كنت مذيع في الراديو ومؤخرا استقلت، وصراحة أنا الآن جيني عروض كثيرة، أتمنى إن شاء الله ألاقي أفضل عرض وإن شاء الله نتعاون مع الناس اللي ربي يخير لنا فيهم إن شاء الله. شيء مهم جدا، أنا عندي كثير فيك أكاونت في تويتر، أتمنى من الجميع بس أنه يتحرى أنه الأكاونت الحقيقي هو اللي تابعني عليه، لأنه الفيك أكاونت صار ينشر صور ما هي. شو هو الأكاونت هذا الحقيقي؟ BADR_ALZIDANE. هذا هو الأكاونت الرسمي والوحيد لك على تويتر. طيب نحن طبعا بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا في الاستوديو الشاب السعودي بدر آل زيدان نجم كيك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.